Hello everyone, welcome to our channel Click to Learn English. In this video we are going to talk about the present simple tense. في الفيديو ده هنتكلم عن زمن المضارع البسيط. الجرامر ده أو الموضوع ده مهم جدا بداية من سنة رابعة ابتدائي لحد ثالثة ثانوي. ده بالنسبة للصفوف الدراسية. بغض النظر عن الدراسة هو مهم جدا في speaking English. لما بتتكلم English لازم تستخدم present simple. طبعا مش دايما، يعني استخدامه كتير في الانجليش. تعالوا نعرف ايه هو present simple. اولا How to make a sentence in the present simple tense. ازاي بعمل جملة في زمن المضارع البسيط. احنا عارفين بصفة عامة ان لما بعمل جملة بالانجلش ببدأ بالفاعل بعد كده الفاعل. وقلت لكم في الفيديو في سنة خمسة قبل كده هو ان الفعل ده مهم جدا عشان هو اللي بيحدد زمن الجملة. طيب شكل الفعل في present simple المضارع البسيط هيبقى ازاي؟ مكتوب هنا عندنا يوضع الفعل في التصريف الاول اللي هو الانفينيتيف مع الافعال الجامع I, you, we, they والفعل الجامع. مثلا I go to school by car every day. هنا I ده الفعل، بعد كده الفعل go. go ده الانفينيتيف المصدر. انا اذهب to school المدرسة by car every day. We learn English at school. We عندنا الفعل الجامع يبقى بعد الفعل في المصدر. We learn English at school. إذا كان فعل الجملة مفرد غائب زي he, she, it, أحمد أو أي اسم مفرد بنضيف للفعل s أو es أو ies. إمتى بقى؟ بصفة عامة أنا بضيف الفعل s. لو الفعل مفرد بيجي بعديه الفعل في المصدر وأضيف له s. أوكي؟ زي كده He drinks tea every morning. طيب امتى بضيف للفعل ES؟ اقول لك انا لو كان الفعل مفرد وجه بعدي فعل ينتهي بالخمسة دول S, SH, CH, X, O. مش لازم SS، ممكن S او SH, CH, X, O. الخمسة دول. تاني لو الفاعل مفرد جه بعدي الفعل انتهى بأي مقطع من الخمسة دول بضيف الفعل ES. زي كده go انتهت بحرف O فأنا ضفت ES بقيت goes. cross انتهى بSS لو الفعل مفرد يبقى بضيف ES للفعل. نفس الكلام wash لو الفعل مفرد بضيف للفعل اللي هو wash عشان آخره SH تبقى washes. watch تنتهي ب ch برضه لو الفعل مفرد بضيف للفعل es تبقى watches. طيب انا قلت برضه بضيف s او es او ies. امتى بضيف ies؟ لو الفعل انتهى بحرف y زي study وقبليه حرف ساكن. اهو بتبتدي بحرف y وقبليه حرف ساكن بنحذف الواي تمام ونضيف IES تبقى studies STUD تشيل الواي ونحط IES. طيب احنا قلنا لو الفعل انتهى بحرف واي قبل حرف ساكن نحذف الواي ونضيف IES. طب لو ما كانش قبل حرف ساكن زي مثلا الفعل بلاي، فعل بلاي انتهى بحرف الواي وقبل حرف vowel متحرك يبقى انا هنعمل ايه؟ هنضيف S بس تبقى بلايز ضيف S بس. اوكي هنا سارة goes to school by bus. تاني نقول اللي احنا تكوين present simple تاني اهو بطريقة تانية. قسمنا ضمائر الفعل لمفرد او singular he و she و it و singular noun اسم المفرد والجامع I, we, you, they و plural noun اسم الجامع. لو كان الفاعل مفرد هضيف للفعل S أو ES أو ES أو IES. لو الفاعل جامع بنضيف للفعل أو الفعل بيبقى في المصدر. تعالوا نحفظها بسيطة.
لو كان الفاعل مفرد هنضيف له الفعل اس او اي اس، لو الفعل جامع يبقى الفعل في المصدر بدون اضافات. تاني نقول مع بعض، لو الفعل مفرد الفعل هضيف له اس او اي اس، لو الفعل جامع يبقى الفعل هيبقى في المصدر. امثله، هي فعل مفرد يبقى هي وركس ان ا سكول. طب لو هنا جامع اي، جامع اي ورك ان ا هوسبيتال. طيب في السؤال وفي النفي، تعالوا هنرجع للنقطة دي بعدين، تعالوا نشوف إيه الاستخدام بتاع present simple، إمتى وأنا بتكلم إنجلش أستخدم present simple؟ الـ present simple بستخدمه للتعبير عن حقائق ثابتة أو شبه ثابتة أو عادة تحدث كل فترة معينة. تاني استخدامين أهم، أول واحدة present simple، سوري حقيقة ثابتة أو شبه ثابتة. يعني إيه حقيقة ثابتة؟ حقيقة ثابتة لما بتكلم عن الحقائق العلمية زي مثلا الشمس تشرق من الشمس، سوري الشمس تشرق من الشرق، دي قاعدة. أقول مثلا حقيقة تانية، مثلا المية تتبخر عند الغليان، دي حقيقة مش هتتغير، هتفضل طول عمرها ثابتة. لكن حقيقة شبه ثابتة زي إيه؟ مثلا أنا بعيش في الغردقة، ممكن السنة الجاية أنقل مثلا سفاجة أو راس غارب أو مثلا القاهرة، فدي حقيقة شبه ثابتة. زي كده الأمثلة، as the sun rises in the east the earth goes round the sun. هنا the sun و the earth مفرد، فقلنا rises و goes. طب إيه الاستخدام التاني يعبر عن عادة تحدث كل فترة معينة وبستخدمه مع ظروف التكرار، the adverbs of frequency. ظروف التكرار هم always, sometimes, usually, generally, every, ever, often, and never. دول ظروف التكرار. طب يعني ايه عادة؟ عادة بس تحدث كل فترة معينة، يعني أنا متعود كل يوم أروح المدرسة بالباص، يبقى دي عادة. كل يوم أو كل أسبوع بلعب كورة. كل خميس مثلا اتفرج على فيلم، كل شهر بروح السينما، وهكذا، يبقى دي عاده انا متعود اعملها. نستخدم ظروف التكرار مكانها فين في الجمله؟ ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل، بعد الفاعل وقبل الفعل. ظروف التكرار تاني بعد الفاعل وقبل الفعل، زي كده I usually go to school on foot، يبقى هنا usually قبل الفعل. طيب لو كان الفعل am is are، يبقى هنا ظرف التكرار هيجي بعد am is are، يبقى كده he is always late for school، يبقى هنا ظرف التكرار جاء بعد verb to be. بالنسبة للسؤال والنفي، نستخدم do و does في السؤال والنفي وبعدهما الفعل في المصدر. يعني هنا I, you, we و they نستخدم معهم do في السؤال و don't في النفي. he و she و at والاسم المفرد بستخدم معهم does في السؤال كفعل مساعد و doesn't في النفي. مثلا زي كده he doesn't work، بعد doesn't مصدر الفعل، don't و doesn't بعدهم المصدر، نحفظها كده don't و doesn't بعدهم الانفينيتيف. He doesn't work in a school. I don't work in a hospital. يبقى don't و doesn't بعدهم الانفينيتيف دايما. Don't بستخدمها مع الجمع و doesn't بستخدمها مع المفرد. في السؤال بقى does، السؤال بدأ ب does أو do، يبقى هنا السؤال معناه هل، هجاوب yes أو no زي ما احنا شايفين هنا اهو. Does he work in a hospital? Yes he does. No he doesn't. Do you، هنا استخدمت do عشان الفعل الجامع. Do you work in a hospital? Yes I do. No I don't. خلي بالك لما قلنا هنا does he الانفينيتيف، عشان في واحنا بنحل اكسرسايز مثلا او احنا بنتكلم ناس تقول لي does he works، ازاي يا جدعان؟ يقول لي لا يا مستر عشان الفعل مفرد هي، قلت لك هو فعلا لو الفاعل مفرد في الجمله بيبقى بعديه الفعل مضاف له اس او اي اس، لكن في حالة النفي والسؤال مفيش لا اس ولا اي اس، يبقى does he work مش does he works، كده غلط، does he work كده صح. Oh, do you like football؟ You, yes I do or no I don't.
Does he like tennis? Yes, he does or no, he doesn't. How often من أشهر أدوات الاستفهام اللي بستخدمها مع الـ present simple. How often معناها كم مرة، كم عدد المرات. زي how many times. How often و how many times غالبا بيجي بعدهم do و does. بعد كده الفاعل، بعد كده main verb اللي هو infinitive. يبقى هنا قلنا do أو does. امتى بستخدم do؟ صح، لو كان الفعل جامع. does لو كان الفعل بعديه مفرد. ودي قاعدة تكوين السؤال يا جماعة. أداة الاستفهام، الفعل المساعد هو do does، بعد كده الفاعل، بعد كده الفعل. ودو does هما اللي بيحددوا زمن الجملة، عشان لكل زمن أدوات أو أفعال مساعدة helping verbs أو auxiliary verbs بستخدمها في تكوين السؤال. يعني الأفعال المساعدة اللي النهاردة بنتكلم عنها بتاعت الـ present simple هما do does بس. يبقى لو ريد do أو does يبقى كده present simple. Present simple يبقى في السؤال هستخدم do does. في الإجابة على السؤال بتاع how often بنستخدم الـ adverbs of frequency، ظروف التكرار، هما مثلا usually، always، sometimes، never، أو بستخدم مثلا once، twice، three times، four times. once اللي هي مرة واحدة، twice مرتين، three times ثلاث مرات، four times أربع مرات، and so on. مثلا how often do you fly abroad؟ مهم جدا السؤال ده عشان السؤال ميني دايالوج بتاع أولى إعدادي وتانية إعدادي. تالتة إعدادي ما عندهمش ميني دايالوج بس عندهم دايالوج بقى. أولى إعدادي وتانية إعدادي السؤال ده بتاع الميني دايالوج ناس كتير مش بتحبه، بس على فكرة هو سهل. مطلوب من سعادتك افهم السؤال معناه الزمن بتاعه، بعد كده تفضل جاوب باستخدام الطريقة الصحيحة لتكوين الجملة. يعني مثلا هنا how often do you fly abroad؟ I sometimes fly abroad. هنا شفنا how often و do. You بقيت I، استخدمت ظرف التكرار، ظرف التكرار sometimes. طبعا لو استخدم always براحتك، استخدم never براحتك في الميني دايالوج يعني. عشان ظرف التكرار بيجي قبل فعل fly، يبقى I sometimes fly abroad. سؤال تاني how often does he fly abroad؟ بص هنا he flies abroad once a month. خلي بالك لما كان هنا الفعل he استخدمت does في السؤال، لو كان الفعل جامع استخدمت do. في الإجابة نفس الكلام، I جامع يبقى استخدمت ال infinitive مصدر الفعل، لكن هنا الفعل هي مفرد قلنا flies، وفلاي زي ما انتم شايفين هنا بتنتهي بحرف واي قبل حرف consonant ساكن، شلنا الواي وحطينا IES، يبقى هي flies abroad once a month. بالنسبة ل adverbs of frequency ظروف التكرار هم عندكم always بنسبة 100%، usually بعدها ترتيب تنازلي، always، usually، often، sometimes، occasionally، whenever. تعال ناخد exercise هنا اهو، exercise ده أولى وتانية إعدادي. طيب هنا في الميني دايلوج أنا طبعا هعمل لكم فيديو تاني نشرح فيه إزاي بجاوب على سؤال ميني دايلوج وإزاي بجاوب على سؤال الدايلوج. تعالوا هنا نحلل ده مع بعض. What time space your brother get up؟ He gets up at 7 o'clock. هنا بستخدم إيه الحل بتاعها؟ What time؟ Your brother ده مفرد، حتى لو بسيط في الجملة في الإجابة he gets. gets يبقى هنا هستخدم does. What time does your brother get up؟ He gets up at 7 o'clock. What does he to school every day؟ He usually wears. برضو هنا what does he يبقى بعد كده الفعل في المصدر عشان does. طب الفعل ده هجيبه منين؟ في الإجابة هو موجود عندك he usually wears. wears هنكتبها هنا على فكرة ما اسمهاش wear، أنا نطقتها اسمها wear. What does he wear to school every day؟ He usually wears space and a school t-shirt. Wear يعني يرتدي. طب هو بيرتدي ايه؟ يرتدي ايه and a school t-shirt. school t-shirt اللي هو t-shirt، t-shirt المدرسة. مثلا trousers، trousers، trousers. okay. how lessons does he have؟ he has 9 lessons a day. يبقى كده بسأل على العدد how
ميني. الميني دايلوج، اديني سؤال وانا هجاوب. How often do you go to school by bus؟ بنشيل اداة الاستفهام، لو كان عندي بعد اداة الاستفهام do does و did بنشيلهم وببدأ اللي بعدهم. You تبقى I go، I جامع يبقى go في الف المصدر. I go to، sorry نستخدم adverb of frequency مثلا I usually، I usually go to school by bus. يبقى أنا كده جاوبت على السؤال ده. هنا number two، تامر بيسأل أحمد we never go to school on Fridays. مديني جملة وأنا هجاوب. في عندك never أو أي كلمة من ظروف التكرار يبقى نستخدم how often. بعد كده هنبص على الفعل we never go، ده مفيش goes والفعل جمع، يبقى how often does. قلنا دايما how often مش دايما بصفة عامة، يعني how often يجي بعدها do أو does، يبقى how often do you go to school on Fridays. يبقى أنا كده كونت السؤال. بعد كده هسيبكم مع exercise choose على ال present simple. لو في برضو أي نقطة أنتم مش فاهمينها أو مش عارفين نحلها إزاي أو عايزين تتأكدوا اكتبوا لي في الكومنتس وأنا هرد عليكم. See you in another video. Have a good time. Bye bye.